دبلوماسيا نشوف بس ما نقول انه والله يعني ما 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 بتجيب اي نتائج، ولكن نتحرك يعني قانونيا ودبلوماسيا حتى انه نطالب بحقنا يعني مهما كانت النتائج. وقفه في وقت مهم جدا، وقفه في وقت قبله بيوم واحد كان في يعني قصف برضه لمدينه كادوغلي، وقفه لانه جماعه والمصنع قبل كده حصل مصنع الشفا، وقفه لانه انا بقول كل ما يكون عندنا نجاح في مجال من المجالات بيكون في استهداف، وده ما بيزيدنا الا قوه. بقول انه حقيقه بعد النجاحات في مجالات كثيره جدا في البلد وبعد نجاح مفاوضات اديس كان لابد ان يكون في استهداف بالنوع ده، ما بيزيدنا الا قوه. دي ما المره الاولى من هذه الجهه جايه من الشرق ضربه، دي الغرض منها استهداف السودان وزعزعه استقراره وقدراته، والضربه دي في الحقيقه مستفزه اكثر من اي شيء اخر، يعني سواء للسودان بصفه خاصه او لجميع المسلمين بصفه عامه، خاصه في الايام هذه الايام المباركه ايام الحج وعيد الاضحى، ففيها استفزاز لجميع المسلمين. الى ذلك راس رئيس الجمهوريه رئيس المؤتمر